السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا الفيديو والآن نبي ننتقل لبرنامج الفاينل كات ونشوف البرنامج ونشوف كيف قطعنا الفيديوهات اللي موجودة عندي وكيف وزعتها على النغمة الموسيقية. أحب أقول أنه الفيديوهات اللي موجودة عندي في التايم لاين هنا هي نفس الفيديوهات اللي طلعت من كاميرا الزد 6 ما تلونت نهائيا. خلونا نبدأ ندخل على برنامج الفاينل كات ونشوف البرنامج. عندي طبعا التايم لاين هنا، عندي أول شيء الفيديوهات كلها مرصوفة بشكل ممتاز. عندي أنا قطعت الفيديوهات وبعدين حطيت افكت أحمر موجود في الجنريتر، ممكن تحط أي افكت أنت تحب. بعدين حطيت افكت هنا ثاني فوق اللي هو البلاك بار اللي يسمونه البار السينمائي أو الحدود السينمائية، اللي هي الخط الأسود اللي فوق والخط الأسود اللي تحت. بعدين بديت اخترت الأغنية وحطيتها تحت. بعدين اخترت مكان الطبلة في الأغنية على الفريم اللي فيه الكت إلى المقطع الآخر. مثل ما أنتم شايفين هنا حاولت أني أحط الوجه بنفس المكان، ما أحاول أني أشتت المشاهد. بعدين مشيت لين الدقة الثانية صارت سودة، بعدين انتقلت إلى منتصف الشاشة. نمشي أيضا هنا، لو تلاحظون هنا عندي فيديوين يحملون نفس الرقم. ليش يحملون نفس الرقم؟ ولاحظوا أني لما مشيت هنا رجع الفيديو مرة ثانية. هذا الفيديو سويت له كوبي وحطيته هنا. بعدين رحت للمحرك اللي موجود هنا وضغطت على ريفيرس كليب، ايضا موجودة في البريمير. لو ضغطت على نفس الفيديو هذا رايت كليك بتلقى خاصية الريفيرس كليب انك تخلي الفيديو يمشي بالمقلوب عشان اعطي افكت لما تمشي كذا يرجع الوجه بنفس المكان. هذا يعطي افكت حبيته فحبيت اني اطبقه. نفس الشيء مشيت على بقية الفيديوهات اللي هنا حتى وصلت للأخير ونهاية الفيديو. هذا شرح جدا سهل وبسيط، الجميع يقدرون يسوونه. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، نشوفكم في تصوير ومونتاج آخر. السلام عليكم.